لكن ديل قالوا نحن بنينا السماء، ده قال انا عرشها والكرسي انا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم اطفيها. لكن ربنا قال والسماء بنيناها بايدي وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين. عشان كذا ربنا قال قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وارجع هناك سورة المؤمنون ربنا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وامشي هناك سورة الأنعام ربنا قال قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة أي أنه لا يستحق هذه العبادة كل العبادات لا يستحق هذه العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فالعبادة ليست لملكا مغربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا شيطانا ماردا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. لكن الليلة الناس بقت تصرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. يجينا واحد مداح يقول لك في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي قم يا خي وناديهم لي ودير رجال الله اللي بيزيلوا البي في التلت ناديهم قوم وصيح ليهم وابقى منهم وليهم وخلي الحمالة عليهم. وربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. عشان كذا ربنا قال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم لا يفتر عنهم. قال المفسرون ولو ساعة واحدة لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون أي يائسون من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال ولذلك سمي الشيطان بإبليس لأنه يائس من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم وما ربك بظلام للعبيد يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. عشان كذا ربنا قال في سورة الصافات احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. الليلة دون الله الأنبياء ودون الله الملائكة ودون الله الرسل ودون الله الصالحين ودون الله أي سوى الله سبحانه وتعالى. عشان كذا ربنا قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم. أنا بقول لك عنده حصانة ما بتفتش كهربته العالية بتحرك تش هناك يوم القيامة. ربنا قال وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لزائغون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الليلة دي الليلة جيت الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى قل لهم وحد الله سبحانه وتعالى واستغيثوا بالله سبحانه وتعالى. الناس بينقسموا إلى شقين وإلى فريقين شق على الحق والهدى وشق على الضلالة والردى. يعني كذا النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر كان النبي عليه الصلاة والسلام نائم وجاءت ملائكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا هو نائم وقال بعضهم بل العين نائمة والقلب يغضان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوه له فقالوا إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبا وأرسل داعيا يدعو الناس قال فمن أجاب الداعي دخل الدار
وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. ومحمد فرغ بين الناس، أي فرغ بين الحق والباطل. عشان كده الليل الناس بينقسم إلى شقين وإلى فريقين، شق على الحق والهدى وشق على الضلالة والردى. ناس دار يعبد الله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويستغيث بالله سبحانه وتعالى ويصرف العبادات لله سبحانه وتعالى، وناس دارين الله والشيخ والله وشيخ فلان. عشان كده ربنا قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. في ناس بيستبشروا بالتوحيد وبالعقيدة، ولكن الناس بيستبشروا بالشرك بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الليل الناس في فتن وفي ابتلاء، عشان كده ربنا قال: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليعلم علم جزاء للعلم الذي يسبقه الجهل. عشان كده ربنا قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. والتلك في ناس بيستبشروا بالحق، لكن هناك ربنا قال: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وربنا قال: وإذا ذكر الله وحده نادوا الله براو وتوكل على الله براو واستغيثوا بالله براو، وما تنده غير الله سبحانه وتعالى. ما تنادوا الفكية، ما تنادوا الدجالين، ما تنادوا العرافين، ما تعلقوا الحجبات. في ناس بيتضايقوا. ربنا قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لو قنبت له بقيت تشكل في شيخه بيستبشر حجو حجو، أنا لي في ذيارته هو نبينا كو والقمر تعج عجو. والله بيستبشر سكاكين أكاكين أوكاكن لكاكين أوكاكن، يقول لك أبشر. والله ده بيستبشر بالشرك بالله سبحانه وتعالى. شاكد المؤمنون يستبشرون بدين الله سبحانه وتعالى. نرجع للآيات. ربنا قال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. شوف الناس دير لما دخلوا النار دارين نادوا الله سبحانه وتعالى. ربنا قال: قالوا ربنا قلبت علينا شغوتنا. لكن في الدنيا ما ينادى الله سبحانه وتعالى. عتر يا برع القوم، يا مكاشي، يا كباشي، نادري كينيك، كالبرق رمش، يلف الغرقان، سوال وينش، داري خش هناك ينادى الله سبحانه وتعالى. لكن ربنا قال: قالوا ربنا غلبت علينا شغوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها ضالين مالون، لأنه الله قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. عشان كده ربنا قال: قالوا ربنا غلبت علينا شغوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وربنا قال: قالوا ربنا أمتنا اثنتين. داري تجول الله سبحانه وتعالى. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. احترفوا فتين؟ احترفوا هناك. هنا ما يقول لك بدعو غير الله، بناديهم. لا زود الشرك، يقول لك لا بناديهم في كل قضية، بناديهم دير ميتين حيين بناديهم. هناك دار احترف. ربنا قال: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاحترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين
فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إلى آخر الآيات. دارتجه لخزنة النار وقال الذين في النار ما ارتجه الله سبحانه وتعالى ربنا جاوبهم بجواب ما برضيهم لكن دارتجه وين مشوا خزنة النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ما بجيبون بجواب ما برضيهم برضو. قالوا ولم تكن تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اتجهوا لمالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ليقضي علينا ربك أي ليأخذ أرواحنا ويريحنا من العذاب. ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون أجابهم بجواب ما برديهم. قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. الليلة الناس ما بتقبل الحق عشان كذا ربنا قال قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. في ناس ما يقبلوا الحق والله ربنا قال قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وربنا قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ربنا قال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فالواجب على العبد أن يدعو الله سبحانه وتعالى. لا يدعو ملكا مغربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا شيطانا ماردا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عشان كذا ربنا قال قال وهم يصطرخون فيها ديل أهل النار. نختم لك بالآية دي. ربنا قال وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فزوغوا فما للظالمين من نصير. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونفتح المجال للمتحدث.